السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة لأخواننا أبناء المحافظات الشمالية. طبعا يعني كثير من الناس من أبناء المحافظات الشمالية يقول لك يا أخي بيفتشونا بالنقاط وبيسووا بيأخرونا. طيب هذا أمر طبيعي، يعني في ظل الاحتقانات السياسية وفي ظل الخلافات شيء طبيعي إنه يفتشك وإنه يأخرك وإنه كذا. بس السؤال، شوفوا هذه كلمة حق، أنا أكثر من مئات الرسائل بتوصلني هذه الرسائل، يقول لك يا أخي تكلم تكلم. طيب أنا بتكلم كلمة حق، بس ما حد يزعل من كلمة الحق. يعني بيفتشك وأخرك يوم، أسبوع، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، يعني مداخل المحافظات الجنوبية. هذا أمر طبيعي، يعني أنا أعتبره أنا أمر طبيعي. يعني عندكم لما يدخل واحد من أبناء الجنوب وش يعني بيستقبلونه بالنقاط بالورد، يعني بالباقات، يعني باقات الزهور؟ لا، يعني أنا أوضح لكم نقطة، وهذه نقطة مهمة وطبعا وكلمة حق أنا بقولها، ما تزعلوا منها. عندما يطلع واحد من أبناء الجنوب إلى صنعاء، إلى أي محافظة من محافظات الشمالية، جنب النقطة فتشوا جوالاته وخالوا وش معه، يدوروا، شافوا لابس بدلة عسكرية، شافوا كذا، المهم بيدوروا أبسط عذر. تخيلوا في ناس بيروحوا زيارة معهم مرض، في ناس معهم أهل، في ناس عندهم معاملات، في مهم كثير من الناس بتطلع. البعض منهم استكن إلى 3 سنوات مقرر صورة بدلة عسكرية من أبناء المحافظات الجنوبية، والله وصل لها 3 سنوات مسجون في سجون صنعاء. واحد راح يزور أخته مريضة، اسعفوها ومسكوه في نقطة في البيضة ودقها 3 سنين في السجن الحربي في صنعاء. واحد يشتي يسافر السعودية عبر النجران ومسكوه في عمران ودقها 3 شهور على المعصورة عسكرية، يعني داخل الجوال، تخيلوا. وعاده المصيبة الكبرى انه خرج بعد عناء طويل وبعد ما دفع، والمهم وقال له واحد يا اخي خرجني خلاص، وصلني لما الحدود الجنوبية، وصله لا مفرق ماوية ويمسكوه مفرق ماوية ويدقها 2 شهر مسجون مفرق ماوية. والله ان هذا الكلام حقيقة، انا بديكم من الحالات الذي بيتم مسكها في النقاط وسجنها من سنة من سنتين لأتفه الأسباب. وعده كمان في عائلة حرمة كبيرة من صنعاء تبقى تنزل لعدن، كبيرة بالسن، تشتي تنزل، قطعها بالباص، وصلها لعن أصحاب الباص، يعني واحد مشرف هناك، وين رايحة؟ قال عدن. قال وين المحرم حقش؟ قال يا ابن الناس أنا بنزل عدن، جيتني قرض علاج. قال لا، لازم من محرم، ممنوع السفر. شوفوا لو وين وصل لحد، يعني المهم ورفعت صوتها ودخلت الناس وسافرت، يعني بعد عناء طويل. يعني يعطونا واحد من أبناء الشمال اللي استقن أسبوع، مسكوه يعني هنا في يعني الحزام الأمني، وعده استقن أسبوع لأنه معه سلاح، بس معه سلاح أسبوع، لما ما حدا استقن أكثر من الأسبوع، يعني بدون ما عندها قضية جنائية أو قضية يعني حقوقية، المهم أي قضية، يعني مجرد أمور، يعني إنه داخلي، يعني تفتيش روتيني، ما حدا يشلك من النقطة. مسكوا واحد في معه بطاقة عسكرية بينزل بيستلم راتب، سجنوه 12 ساعة. جاء مدير الأمن إيش عنده؟ قالوا معه بطاقة عسكرية ومعه صرخة داخل الجوال ومعه، قال ما عندها قضية، قال ما عندها، قال فرقوا عنا. هذه أمانة، قصص حصلت يا أخواني. حتى اللي يبقى يروح في دكاترة مخ وعصاب في صنعاء، الناس محتاجين لهم، والله إنه يقول لك ما بطلع صنعاء نتيجة إنهم بيعتقلوني، بيمسكوني، بيدخلوني السجن. مع لا دخلت السجن دقها 2 3 سنين، أسير من النقطة، بيشلونها أسير من داخل من النقطة. المهم
لحد يقول انه في ظلم، الظلم موجود، في ظلم صغير، لكن الظلم اللي بيحصل عندكم يشوفوه ظلم كبير أمانة. يا أخي أنا عسكري شيء طبيعي، الشعب اليمن احنا تكلمنا في عدة مقاطع، الشعب كله عسكر، الشعب اليمني كله عسكر، كل منه عسكري دخلوه السجن. نرجو من الجميع التفهم، وأن يوجهوا رسائل لأصحابهم اللي يمسكوا الناس في النقاط، حصل بيفتش جواله ولقيه يعني لابس بدلة عسكرية ولا لابس مصور جنب عسكري، قال ادخل السجن، انتهى مع المرتزقة، انتهى مع العدوان، ودقها 3 سنين 4 سنين. عادوا قبل أسبوع أو 10 أيام قالوا مسكوا واحد من أبناء يافع، من أبناء اليزيدي في صنعاء، أنه أسوه معه بالجوال صور. بالله عليك ذا منطق ذا عقل؟ أول شيء مالك حق تهدي خصوصيات تفتش جواله وهو عابر سبيل؟ الناس بطلت المعارض تطلع صنعاء، في تجار يشتروا بضاعة، في ناس بيروحوا عند دكاترة، بيروحوا يعني عندهم مراجعات، بطلوا. وجهوا رسائلكم للخبرة، قولوا لهم عيب، خلوا الناس تقضي أعمالها، تفتيش روتيني ما عندنا مانع، لكن تفتيش وسجن سنة سنتين يعني مقرر صورة في جوال، هذه جريمة، أقسم بالله أنها جريمة. ولكم تحياتي ذو القرنين.